أسأل الله العلي العظيم أن يحرم هذا الوجه عن النار وأن يجعلك من أهل الجنة، وأسأل الله العلي العظيم أن يرزقك رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. صلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخوكم بالله محمد أيوب من قناة محب السنة معالج بالرقية الشرعية. أريد أنصحكم ثلاث نصائح، وهي ثلاث نصائح أنا بفضل الله سبحانه وتعالى أثناء الرقية الشرعية وبالرقية الشرعية لابد علي أن أنصحكم هذه النصائح. دائما دائما أي شيء من أثرك لا تفرط فيه. كيف؟ يعني مثلا أخت أو أخ مشط شعره، ففي المشط دائما يكون في شعر، هذا الشعر لا ترمي وين من كان، لا ترمي في الغرفة، لا ترمي وين من كان، دائما حاول إنك تدفنه في التراب، دائما تدفنه في التراب. كيف؟ ألاقي في مكان تراب أدفنه وأسمي عليه بسم الله بسم الله، أو ألقيه في الزبالة، لما ألقيه في الزبالة أسمي عليه بسم الله. في هذا الوقت لما أنت تسمي بالله سبحانه وتعالى فالله سبحانه وتعالى يكون يجعل له حفاظة والله. وعندما تقص أظافرك لا ترميهم وين من كان، والثياب الداخلية لا ترموهم وين من كان. والله يا جماعة أغلبية الناس اللي تسحب بهذه الأشياء. وآخر شيء يقول لك طيب يا شيخ من وين أتوا بأثري، أو من وين جابوا شيء من أثري حتى يسحروني؟ ترى أنت أظافرك معبي الدار، شعرك أو شعرك أنت معبي الحوش، معبي الأدراج. أيوة آخر شيء يقول يا شيخ من وين جابوا شيء يسحرون فيه. فأنا أحببت بهذا الفيديو أن أنصحكم لوجه الله سبحانه وتعالى. تحب ترميه في الزبالة جيد، لكن إيش دائما أي شيء ترميه سمي الله عليه، سمي بالله، قل بسم الله وكبه. فأسأل الله العلي العظيم أن يبارك فيكم، أن يجعلكم مفاتيح للخير ومغاليق للشر. ولا تنسوني من دعوة بظهر الغيب، ولا تنسونا متابعة على هذا الحساب ولايك وتعليق حلو مثل هذا الوجه الحلو.